السلام عليكم، حياكم الله جميعا إلى حلقة جديدة. اليوم عدنا لكم بموضوع شيق وأغلب المتابعين يسألون عن هذا الشيء ويهم فئة كبيرة من المجتمع، وأعتقد العناية بالبشرة بدأت مع هذا الشيء البسيط والسهل، ألا وهو استخدام الصابون، صابون البار اللي على شكل قطعة. هذا من الأشياء اللي الناس أغلب الناس يستخدمونه لأنه سعره في متناول الجميع، غير مكلف. بنفس الوقت في إدعاءات كثيرة حول هذا الصابون في الفترة الأخيرة، شفنا في الترند أنواع يقولوا هذا الصابون يفتح البشرة ويشيل التصبغات والكلف والنمج، والبعض الآخر يقول هذا الصابون يغني عن الروكتان ويعالج حب الشباب. فهذا الفيديو راح نراجع هذا الصابين الترند بشكل عام، والصابين الطبية والصابين حتى التجارية، وأفضل أنواع صابين في الصيدلية، وما للصابون من ميزات وما له من عيوب، وكيف نتلاشى أو نتحاشى هذه العيوب بطرق بدائية سهلة وبسيطة. راح اليوم أعمل ريفيو مراجعة أفضل مواد فعالة تكون في الصابون، وكيف نستفيد من هذه المواد الفعالة، وكيف يعني نختار ما يناسب بشرتنا، سواء كانت بشرة دهنية في صابين لها خاصة فيها، أو بشرة جافة في صابين مرطبة، أو بشرة حساسة في صابين خالية من عطور، في صابين طبية، في صابين زي ما ذكرنا تجارية عادية. راح أعطيكم معلومات عديدة حول الصابون بهذا الفيديو، إن شاء الله راح تطلب معلومات جيدة. ياريت بالبداية تدعمونا بلايك، وإذا كنتم جدد على القناة اشتركوا حتى تستفيدوا من الفيديوهات اللي دائما ننزلها لكم. بسم الله نبدأ. في البداية خلونا نتعرف ما هو الصابون وما وظيفة الصابون. الصابون يعتبر ضمن خطوات العناية بالبشرة، ضمن المنظفات الخطوة الأولى تنظيف البشرة من الأوساخ، من الأتربة، من الزيوت، من بقايا الكريمات اللي نستخدمها على البشرة، أو حتى من الملوثات الموجودة في الهواء، فينظف البشرة ويهيئ البشرة لاستفادة من التونر والسيرم والكريمات اللي تعمل كمعالجة، يعني يعتبر هو إيش؟ منظف. لهذه النقطة مهمة جدا، البعض يخلط ما بين التنظيف وما بين كونه كعلاج، بعض يستخدم كعلاج حب شباب، كعلاج للتصبغات، لأنه يترك على البشرة لمدة ثواني أو دقائق أقل من دقيقة ثم يشطف، فبالعادة ما يعطي مفعول علاجي وإنما منظف. خلينا نتفق على هذه النقطة. في حالات معينة إذا كان يحتوي على مواد فعالة واستخدم بطريقة معينة ووضع على البشرة مدة يعني 30 إلى 60 ثانية ممكن يبدأ يعمل مفعول كان يحتوي على مواد فعالة. أولاً الصابون أنواع عديدة جداً موجودة في الصيدلية، وزي ما قلت لكم راح أقسمها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي عبارة عن صابون ترند موجود في السوشيال ميديا مثل إنستغرام، تيك توك، بنات كثير يتكلموا عنها ويمدحونها ويجربوها. راح اليوم أشرحها لكم بطريقة مختلفة بحيث نشوف إيش المكونات تبع هذه الصابونة، وإيش المكونات الجيدة، وأيضا المكونات الرديئة فيها وتناسب أي نوع من البشرة، وإيش الاحتياطات اللي ممكن نعمل معها. فكمثال صابونة بياري هذه تحتوي على مادة الكركم مشهورة جدا، أو صابونة كوجيسان تحتوي على مادة الكوجيك أسيد، أو صابونة الأفريقية السوداء أفريكان بلاكس سوب. راح نشوف المكونات ونراجعها فيما بعد. على صابونة مرة ترند تنطلب بكثرة في الصيدلية حتى تترك في سلات كبيرة وكميات كبيرة تنطلب منها، صابونة كوجي سان. هذه صابونة مكتوبة أنها صابونة لايتن، يعني تفتح البشرة وإيفن سكين تون وتوحد لون البشرة. هذه الصابونة لو نظرنا في المواد الفعالة الموجودة فيها تحتوي على عدة مواد، يعني لو شفنا في البداية كوكونات أويل، زيت جوز الهند، بالإضافة لمواد صوديوم هيدروكسايد مواد قلوية، وتحتوي على نسبة عالية من الفريجرنس العطور كوجيك أسيد، هذه هو المادة الفعالة التي مستخرجة من خمائر الأرز، استخدم في اليابان تفتيح البشرة. أيضا تحتوي على مكونات أخرى مثل الجلسترين المرطب، والمادة الفعالة التي أعجبتنا فيها هي مادة التي تري، يعني الشاهي الأخضر، شجرة الشاهي. فلذلك هذه الصابون لو نظرنا فيها إن صابونة تحتوي على مكونات تساعد على التفتيح، بالإضافة تساعد على علاج حب الشباب أو البشرة الدهنية، والكوجيك أسيد هو عبارة عن حمض، لذلك مناسبة جدا صابونة كوجيسان لأصحاب البشرة الدهنية إلى المختلطة. البشرات الجافة أنا شفت ناس كثير يقولون تسبب جفاف للبشرة زي ما ذكرنا، لأن تحتوي أيضا على فريجنانس اللي هو عطور، فغير مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة. إذا حيستخدموا أصحاب البشرة الجافة أو العادية ممكن يستخدموا بعدها كريمات مرطبة.
هذا بالنسبة لصابونة كوجيسان شركة فلبينز من الفلبين، سعرها حول 4 ريال، لذلك رخيصة وناس يحبون الأنواع الرخيصة من الصابون يستخدمونها. ننتقل صابونة أخرى ومشهورة جدا للتفتيح وهي صابونة بياري. صابونة بياري تحتوي على خلاصة مادة الكركم. معروف الكركم من قديم الزمان يستخدم تفتيح البشرة، تحتوي على لو نظرنا المواد الفعالة فيها 95% من كوكونات أويل، مكتوب 95% من زيت جوز الهند المرطب وزيت الخروة، يعني تحتوي على زيوت مرطبة ذاك مناسبة حتى أصحاب البشرة العادية أو الجافة، ما تسبب جفاف البشرة بخلاف صابونة كوجيسان. تحتوي على خلاصات عشبية مادة تروميريك إكستراكت الذي هي مادة الكركم الذي تساعد تفتيح البشرة، سعر حول 2.5 ريال، اسمها بياري. صابونة مدن فلبين نفس الشيء، ما شاء الله الفلبينيين يعني متصدرين في الصابون، وأيضا في نوع زيها نوع آخر هندي، حتى الهنود استخدموا الكركم في البهارات في الأكل في للبشرة. أنا سبق تكلمت عن الكركم في فيديو منفصل وشرحت عنه بالتفصيل. من الصوابين اللي ممكن استخدامها للجسم في صابونة ثانية بس سعرها غالي، صابونة الأفريقية السوداء، هذه فيها مواد عديدة من أشهرها يعني مواد تعمل ديتوكسيفيكيشن إزالة السموم أو تعمل بالانس للبشرة. هذه الصابونة الناس الذي يعانون بشرة جافة ويبغون ترطيب تحتوي على شيا بتر زبدة الشيا، وتحتوي على خلاصة الشعير تهدي البشرة، ومكونات يعني عضوية نستطيع نسميها مكونات عضوية تعمل على ترطيب وإعادة وتقشير يعني بسيط للبشرة، تحتوي على فيتامين إي وخلاصة الأوليفيرا اللي هي الصبار، بس سعرها شوية مبالغ فيها. قبل فترة مشهورة الصابونة الأفريقية من الصوابين الذي ترند في الفترة الماضية. أيضا من الصوابين المشهورة وترند صابونة الباباي، في منها 1 في 4 1 في 5 1 في 6 أنواع عديدة جدا وعلب مختلفة، احترت لكم بعض منها. يعني كهذا البراند فريشلي هو منتج فلبيني، إذا نظرنا المواد الفعالة الأكتف مواد الانجريدينت يحتوي على صوديوم بالمتيت، يعني مواد يعني أغلبها وبرفيوم يعني عطور صوديوم لكتيت، هذه مادة زي المقشرة، هذه أهم مادة كركا باباي فروت اكستراكت، يعني خلاصة مادة البابايا هذه من الفواكه الاستوائية يستخرجوا منها هذه المادة، يستخدم يعني مكتوب سكين وايتنر يعني تفتيح البشرة، بالإضافة يحتوي على زي ما ذكرنا بعض المكونات مواد حافظة وعطور، يعني في منه أنواع، هذه برضو شركة مشهورة 4 في 1 وفي أنواع عديدة. أيضا من الأنواع الأخرى مشهورة في الصيدلية من الصابون الغار، هذا من أشهر الصابين اللي تحتوي على خلاصة زيت الغار بالإضافة زيت الزيتون، يستخدم كمرطب لا أكثر، حتى في الشام والدول الأخرى يعني مكتوب أنه خالي المواد الكيميائية. ننتقل إلى القسم الثاني من أنواع الصابون ألا وهو الصابون الطبي، وهذا الصابون إذا قلنا صابون ممكن تستخدمه للوجه وأنتم مطمنين، ممكن تستخدموا واحد من هذه الأنواع من الصابين، بخلاف الصابين الأخرى اللي راح أذكرها لاحقا تجارية أو حتى صابين بعض الصابين ترند تحفظ على استخدامها على الوجه، والسبب لأن هذا الصابون لطيفة على البشرة، أقل النسبة من العطور أو بعضها خالية من العطور، خالية من مادة الصابون اللي تهيج البشرة، بعضها تحتوي على مكونات مواد فعالة فيتامين إي، تحتوي على جلسرين، تحتوي على مواد مرطبة للبشرة ما تسبب جفاف، وبعضها تحتوي على مواد معالجة للبشرة زي ما أنتم شايفين سلسليك أسيد سيلفر كبريت. فأنا قسمتها قسمين، القسم الأول أصحاب البشرة الجافة أو البشرة العادية أو البشرة فيها أكزيما ننصحهم بهذا النوع من الصابون، أما البشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب ننصحهم بهذه الأنواع الأخرى من الصابين اللي تحتوي على السيلفر أو حتى الكبريت، وراح أذكر أنواعها بالتفصيل. أو البشرة الحساسة ممكن نستخدم هذه الأنواع من سيباميد أو بيزلاين لتفتيح البشرة بالإضافة للبشرة الجافة والحساسة. طيب نبدأ بهذه الأنواع، هذه الأنواع المشهورة من الصوابين الطبية هي جيدة بس يعيبها شيء واحد أن سعرها يعني بعض أنواع منها حوالي 30 إلى 50 يوصل تقريبا غالي شوي، لذلك هي طبية. مثلا هذه صابونة كيوفي من أشهر الأنواع الصابين، حتى استخدمت أثناء الحج والعمرة، خالية من الصابون، خالية من العطور،
وجيدة يعني، وسعرها حتى لا بأس يعني. مكتوب شوف هنا الخواص، خالي من البرابين والأنولين والمواد الملونة، مرطبة بنفس الوقت، والبشر حساسة والجافة. بيوديرما اتو ديرما هذه مشهورة جدا، أصحاب البشرة معرضة للإكزيما، أنا أنصح بها الناس اللي يعانون من إكزيما في البشرة ومشاكل في البشرة، ممكن يستخدمونها، مرطبة ومنظفة بنفس الوقت، سواء للأطفال أو للكبار، لكل أنواع البشرة، وأيضا من الصابين الجيدة أصحاب البشرة الحساسة هذا النوع، من شركة ACM، شركة فرنسية، في معهم نوع نفس هذا، ممكن أحط لكم صورتها، وترند جدا تستخدم أصحاب البشرة الدهنية النوع الثاني، ويقولوا أنه بديل عن روكتان، وأنا اللي تحفظ على هذا الشيء، هي ليست بديلة عن روكتان وإنما منظف زي ما ذكرنا في البداية. سيباميد برضو من الصابين الجيدة، أصحاب بشرة حساسة وتعتبر يعني لطيفة على البشرة، جنتلي ومسة بتهيج ومرطبة، وتحتوي على الجلسرين. أما الناس اللي يبحثون عن ترطيب قوي جدا، شيا ميوتشر، هذه الشركة براند معروف جدا بزبدة الشيا وخلاصة عسل المنوكة، ترطيبها رهيب جدا. أصحاب بشرة جافة أو تبغى ترطيب للجسم ممكن استخدام هذا الصابون. ننتقل أصحاب البشرة الدهنية، في مواد فعالة أنا دائما أنصح بها، مادة السلسلك أسيد، الناس اللي بشرتهم دهنية يستخدموا صابونة السلسلك أسيد، اللي يعانوا من حبوب في الظهر في الجسم في الصدر حتى في الوجه، من الصابون الجيدة اللي تنشف البشرة من الزيوت. أيضا الكبريت هذا من قديم الزمان، استخدم عدة استخدامات، حتى الناس اللي يعانون من فطريات في البشرة أو لأنه معقمة مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات، فتستخدم الأمراض الجلدية. أيضا صابونة الكبريت مشهورة جدا، بس تنشف البشرة، يعني أصحاب البشرة جافة واستخدموها ممكن تهيج بشرتهم، فقط أصحاب البشرة الدهنية أو معرضة للحبوب أو بشرة مختلطة. سيباميد من الشركات الجيدة الألمانية، ومكتوب خالية من سوب فري، وأيضا تستخدم فيها فيتامينات، فيها مرطبات. صابونة بيزلاين مشهورة جدا لتفتيح البشرة، وايتنينج عناية وتفتيح، فيها مواد فعالة للتفتيح ومشهورة حتى المناطق الحساسة، ممكن استخدامها كمنظفة وللتفتيح. هذه بالنسبة لأشهر الصوابين الطبية. وأخيرا أشهر أنواع الصوابين التجارية، يعني دوف مشهور جدا، حتى مكتوب انه 25% مكونات هذا الصابون مواد مرطبة للبشرة، مشهورة شركة دوف، ويمتاز انه نو سلفات، يعني ما فيها مواد تعطي رغوة سلفات اللي تسبب جفاف البشرة، يعني ترطب اكثر من كونها تشفف. ايضا صابونة بيرس اللي هي صابونة نقية 98% مكوناتها مادة الجلسرين المرطبة اللي دائما تتكرر في الصوابين الاخرى بالاضافة الزيوت الاخرى. وأخيرا صابونة لوكس اللي فيها فيتامين سي وإي والناس تعرفها كلهم، هالصوابين تمتاز إن سعر رخيص من ريالين إلى 5 ريال، يعني في مثال الجميع، استخدام أكثر شيء للجسم كمرطبة، وتعطي بعضها نكهة ريحة يعني وإحساس يعني منعش، خاصة لوكس في منها روائح عديدة، أنا أفضلها للجسم وليس للوجه. أنواع الصابون كثيرة ومتنوعة في الصيدلية، اختصرتها لكم بهذه الأنواع الترند وأنواع طبية. شوفوا الآن معايا أنواع عديدة جدا، شركات كل يوم نشوف براند جديد من الصوابين بمسميات، بزلين بيور ليف بوي كمنظف الجسم، أنا ما ذكرت الديتول أيضا كمعقم لليدين، شركات عديدة ومتنوعة، حتى في بعض الأشياء اللي أول مرة نشوفها صابونة كورية بال الثوم، في أنواع ذكرتكم إياها الأفريقية، في مادة المرة مشهورة هذه الفترة، في بعرق السوس، في على شكل علب صوابين أو ما يسمى صابونية. فأنا اختصرت لكم أشهر أنواع موجودة في الصيدلية، ولا تلاحظون زبدة الشيا، العكر الفارسي، أنواع حتى أول مرة نشوفها. فأنا حاولت اختار لكم نوع البراند الترند المشهور والأنواع الجيدة، وعملت مقارنة بسيطة إن شاء الله بإذن الله تفيدكم. قد سأل بعض ما هو الشيء اللي جعلنا أصور فيديو عن الصابون، لأنه تهم شريحة كبيرة من متابعيني وأنتم عزيزين علي فصورتها، ولا بالنسبة لي أنا ما أحب الصابون بالعادة، ممكن استخدام الجسم في بعض الأحيان أو غسول اليدين، أما الوجه أنا ما أفضله بشكل عام، لأن في وسائل أخرى أفضل منه. الأشياء اللي جاءتنا أتكلم عن الصابون، أشوف في الترند بنات كثير تكلموا عن الصابون بديل عن روكتان، وهذا الشيء غير صحيح، ما في شيء ينوب عن علاج روكتان كحبوب
ايضا بعضهم يقولوا يتفتح المناطق الحساسه، وهي مكوناتها بس زي ما ذكرنا بس منظفه للبشره، واذا استخدمت بطريقه معينه مثل حطيتهم على البشره من 3 إلى 5 دقائق ممكن تبدا تعطي تفتيح، خاصه بعض انواع اللي فيها كوجيك اسيد مثل كوجيسان او حتى صابونه الكركم. اما عموما الصابون يعني من عيوبه انه اكثر عرضه لنقل العدوى، تاخذه باليد وتغسل الوجه ويجي شخص اخر ياخذه بنفس اللحظه، بس في طريقه شفتها وممكن تستفيدوا منها راح اعرضها لكم الان، بحيث انكم تقطعون الصابون قطع صغيره، كل قطعه استخدموها مره واحده وخلاص تخلصون، كذا تقل انتقال العدوى. اذا قارنا الصابون بالغسول، غسول افضل لانه ضغط ما ينقل عدوى ولطيف على البشرة، وفي أنواع خالية من العطور وأنواع جيدة، بينما الصابون بس في علب بلاستيكية ليس صديق للبيئة، صابون أكثر صديق للبيئة. هذه أهم معلومات حول أنواع الصابون موجودة في الصيدلية أو الصابون بشكل عام، سواء في الترند أو حتى الطبية أو صابون عادية. أتمنى أكون قد أفدتكم معلومة تساعدكم كيف تفرقون بين أنواع الصابون، كيف تستخدمونها إذا حتستخدمون بطريقة صحيحة، وكيف تستفيدون منها بعيدة عن الخرافات أو الكلام المبالغ فيها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمونا بالسبسكرايب الناس الجدد حتى تستفيدوا من الفيديوهات القادمة إن شاء الله، ودعمونا بلايك حتى نستمر أكثر ويعطينا حماس أكثر. اكتبوا في الكومنت عن الصابون اللي جربتموها وشفتوا منها نتائج كويسة، أو حتى نتائج يعني تجاربكم مع أنواع الصابون بشكل عام. في أمان الله.